بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هيكون معانا الوحدة 13 كاملة، هرفعها تباعا. فالفيديو ده هو أول فيديو في الوحدة 13، والباقيين كلهم هينزلوا النهاردة. أنا كنت مخطط بصراحة إن أعمل لكم في اليومين اللي فاتوا دول وحدتين، بس الحمد لله يعني الأمور ما كانتش ماشية على ما يرام. فهنبدأ النهاردة إن شاء الله هخلص ال 13 كاملة بأمر الله، وبكرة ال 14 كاملة. الأسبوع ده هخلص لكم الكتاب كامل، بحيث نبدأ نحل مع بعض امتحانات شاملة ونحلل كده عشان الرايتنج والبنكتويشن اللي نزلوا معانا مقررين دول. يا ريت قبل ما تبدا كده الفيديو تعمل لايك للفيديو وتشير للقناه وتشترك، عشان عايزين نوصل القناه لاكبر عدد قبل ما تخلصوا السنه ان شاء الله. اول سؤال معايا، ذا جايد بوك اللي هو الكتاب الارشادي سيد ذات خان الخليلي. الكتاب بيقول ان خان الخليلي از ايه تو بي ون اوف ذا موست اكسايتنج ماركتس ان ايجيبت، واحد من اكثر الاسواق الشيقه او المثيره في مصر. كونتينيو دي اكمله، وكونتينيو يكمل او يكتمل او يكمل يعني، كونسيدر يعتبر او كومباين يعني واحد، وكونفينس يعني يقنع، وكونفينس دي معناها مقتنع او قانع. طبعا خان الكتاب بيقول ان خان الخليلي يعتبر او يعد واحد من اكبر الاسواق في مصر، فهنا كونسيدر. education is not in the future of a country and its young people. خد بالك its دي اسمها صفه ملكيه، فلازم يكون بعدها اسم، ف its people يعني ناسها، its young people يعني شبابها، its مثلا characteristics خصائصها وهكذا. التعليم ده بيعد بمثابه ايه في مستقبل الدوله؟ popularity دي معناها شعبيه، ووش يعني امنيه او يتمنى، دي verb وناون خد بالك. وممكن نجيب وش دي بعدها طول فعل في المصدر. involvement اللي هو تورط، و involved متورط دي معناها تورط في جريمه او في حاجه معينه او في سلوك معين. investment يعني استثمار، والجمله التعليم يعد استثمارا في مستقبل الدول. nearly 4 million تقريبا، هنا يعني كلمه nearly دي بتساوي كلمه about، واحذر انه ممكن يسالك على حاجه زي كده. لما اقول لك I have about 10 cars، انا عندي تقريبا 10 سيارات، هنا معناها nearly او more or less. هنا معناها في الحته دي كده معناها مور اور ليس، بمعنى تقريبا 10 سيارات، يعني ممكن يكونوا اكتر او اقل. لكن لما اقول لك ماي فاذر از اباوت تو ليف، اباوت تو ليف دي معناها على وشك ان يغادر، معناها هي از ريدي تو ليف. طيب المهم نيرلي 4 مليون تقريبا 4 مليون، اي ترافل تو اند فروم لندن تو ورك افري داي. خد بالك ان لندن معموله كابيتال عشان دي اسم بلد، انتبه احنا اسماء البلاد بنعملها كابيتال عشان الترقيم يا فندم. ومعاك اخر الجمله نقطه لان جمله خبريه. تقريبا حوالي 4 مليون كميوترز المسافرون، وانت اكيد فاكر كويس ان كلمه كميوت كميوت كده لوحدها معناها يسافر، ولكن لما نعملها كاسم فبنقول كميوت دي معناها كده رحله، بتساوي كلمه جيرني معناها رحله. المهم ذا جريت وول اوف تشاينا ووز اي بروجكت ويتش توك هاندردز اوف ييرز تو كومبليت. خد بالك احنا قلنا هاندردز اوف ييرز، لولا وجود كلمه اوف ما كناش قلنا هاندردز، كنا خدنا 100 بس. زيها زي كلمة سكور اللي خدناها قبل كده، وكلمة دوز اللي خدناها قبل كده. دوز دي اللي معناها دستة، دستة يعني 12 حاجة، لكن سكور دي اللي بتكون 20. وكلمة سكور ودوز بنعملهم نفس معاملة 100، ما بنجمعهمش غير لما يكون بعدهم اوف. المهم ان سور الصين العظيم ده كان مشروع ايه؟ خد حوالي 100 سنة عشان يكمل، يبقى ماسيف بروجكت يعني مشروعا عملاقا، انترستد مهتم، وانفستمنت استثمار، وميسنج مفقود. احنا ممكن نقول اي فاوند ذا ميسنج بارت اوف ذا كاردز جيم، انا لقيت الجزء المفقود من لعبه الكوتشينه. ذا تانل هاز ا نوت اوف 7.6 meters، النفق ده في لي ايه بمقدار 7.6، اكيد دايمتر نصف قطره 7.6. كلمه سايز يعني حجم، وهاي يعني يعني عالي او مرتفع، وايد يعني واسع، والثلاث adjectives يعني صفات. تو ميك ذا تانل عشان نعمل النفق، ثرو ذا ماونتن بين الجبال، ماشينز اللي هي الالات. وخد بالك كلمه ماشينز دي معناها الات، وماشينز معناها يصنع اليه، موجوده في الوقت اللي فاتت في جزء الادفانسد. This factory machines devices يعني هذا المصنع يصنع اجهزه. المهم بيقول لك عشان يصنعوا التانل نفق خلال الجبل، فهم فاستخدموا الات علشان يعملوا ايه في ابيج هول لحفره، اكيد يحفروا يبقى دريل ابيج هول. طبعا انت عارف ان كلمه دينج دي معناها يعني يطبل او يقرع، معناها يقرع. طبعا في يملا، وستيك معناها يلصق، ومعناها عصا لاصق، وستيك تو يور وورد يعني التزم بكلمتك، وستيك تو ذا بوينت ذا بوينت يعني ادخل في الموضوع ما تلفش كتير. ذا بيست واي تو بي تو ذا كوست از تو تيك ذا اي ثرو ذا ماونتنز، اسهل طريقه انك تروح بها الشاطئ او الساحل هي انك تاخد ايه عبر الجبال. كلمه تانل دي معناها نفق، واكيد هي دي الاجابه، انت ممكن تمشي في النفق عبر الجبال. كلمة فانل دي معناها القمع، القمع الشكل المخروطي يعني اللي هو بيكون كده. تيون دي نغمة، وهو الحفرة. The quickest way to get to the city center is to an underground train، أسرع طريق للوصول إلى وسط المدينة هو إنك تأخذ المترو. وطبعا كلمة يأخذ دي اللي اسمها تيك، مس يعني يفوت أو يفوت ويوحش طبعا،
give يعني يعطي وcome يعني يأتي، ما لهمش علاقة بالأمر ده تماما. تمام. 9 journey on the London Underground، رحلة على قطار لندن او المترو بتاع لندن about 30 ايجيبشن باوندز، بتكلف حوالي كذا، يكلف دي اللي اسمها كوستس. خد بالك كلمة spend يعني ينفق، ممكن اقول لك I spend money، انا انفق المال. طيب pay يعني يدفع، you will pay 70 باوندز، انت هتدفع 70 جنيه. كوست يعني يكلف او يتكلف، وطبعا ويست يعني يهدر ومعناها نفايات طبعا كاسم غير معدود. steam trains اللي هي القطارات البخاريه used to a on the London underground، البخارات القطارات البخاريه اعتادت ان تسير على، احنا هنا كلمه يسير على اسمها run on، انتبه ان كلمه run on يعني يسير على طريق او يسير على البنزين والبترول والحاجات دي. طيب ski يعني يتزلج، walk يمشي، وgive يعني يعطي. the first line of the Paris metro، انتبه ان احنا بنقول مع المترو بنقول line، ما بنقولش كلمه رو اللي هي كده اللي هو الاولانيه دي، رو اللي هي خط او صف ناس قاعده جنب بعضهم، في رو ديت اللي انت شايفها قدامك دي معناها ماده خام، ولما نقول رو ماتيريال يعني ماده خام. وعندك كمان كلمه اسمها كيو، كيو دي اللي معناها صف الناس اللي واقفين ورا بعض، انت بتشتري عيش فبتقف في كيو، قاعد في المدرسه انت وزميلك جنب بعض فبتقف في رو، والمسجد واقفين مع بعضنا برضه فبنقف في رو اللي هي رون ار او دبليو، لكن رو اللي بالاي دي معناها خام. هنا المهم في جملتنا بيقول لك ان اول خط مترو في باريس في نظام المترو في باريس ايه في 1900 started بدأ asserted اكد opened يعني فتح و guaranteed يعني ضمن، حتى في حاجه اسمها guarantee اللي هو الضمان بتاع العربيه وضمان بتاع الحاجات اللي انت فاهمها دي. المهم ان اول خط مترو في باريس فتح يعني او فتح في 1990. طيب ما ينفعش نقول started، لا ما ينفعش تقول خط المترو بدأ، هو الخط المترو فتح، حتى انت بتقول تم افتتاح خط مترو في مدينه معرفش ايه كده. The height of the A is 25 meters، ارتفاع الـ A 25 متر. جولف ده اللي هو الخليج طبعا، وشيف ده اللي هو رئيس، كليف اللي هو المحاضر الجبلي، المحاضر الجبلي بيكون عامل زي الجبل كده فهو الارتفاع بتاعه، لكن احنا ما ينفعش نقول الخليج لان الخليج ده بيكون كده ميه فما فيش مالوش ارتفاع اصلا. سيفت اللي معناها ينخل او معناها يدقق النظر في امر ما. The artist A the sculpture اللي هو التمثال from a massive piece of stone، الفنان عمل ايه في التمثال؟ من قطعة ضخمة من الحجارة طبعا كارفيد يعني نحت نحت أكيد ديت. في 14 at night bright lights، في الليل الأضواء المضيئة اللامعة يعني بتعمل إيه دايما في الفرونت أوف ذا بالاس، في القصر من الأمام. طبعا إليمينيت دي يعني يجتز، زي يقضي على، بتساوي كلمة أبروت يعني يقضي على أو يجتز أو يقتلع، ليميت يعني يحد من يقلل يعني، illuminate يعني يزين او يضيء. طبعا illiterate دي معناها امي يعني غير متعلم، فالاضواء دي بتضيء بتزين القصر. طيب في 15 many people worry about the A from cars، ناس كتير بتقلق من الاي اللي بتيجي من السيارات which can pollute the air اللي ممكن تلوث الهواء. وهنا عايز تاخد بالك من كم مشتق كده، كلمه pollute دي كده verb بمعنى يلوث، في كلمه اسمها pollutant، بوليوتنت معناها ملوث، لما نقول مثلا بوليوتنت جازس، وطبعا انت عارف ان كلمه بوليوشن دي التلوث نفسه، في كلمه اسمها بوليوتد معناها ملوث، فلما نقول بوليوتد ووتر مثلا الماء الملوث المتلوث يعني، لكن بوليوتنت جاز يعني غاز ملوث، خد بالك دي ملوث لكن دي ملوث. طيب فهنا ناس كتير جدا بتقلق من الايه اللي بتيجي من السيارات، كلمه ايميشنز اللي هي انبعاثات، فطبعا احنا قلقين من الانبعاثات اللي بتيجي من السيارات لانها بتعمل مشاكل. Sphinx is not near the pyramids of Giza، ابو الهول تم ايه بالقرب من الاهرامات في الجيزه، interviewed يعني اجري حوارا معه، occupied دي معناها شغلة او معناها احتل تم احتلاله يعني او احتل، task مهمه وtask يعني قام مهمه، positioned يعني وضع، ودي الاجابه الصح ان ابو الهول تم وضعه بالقرب منه. During the storm اثناء العاصفه there was a knot and all the lights went off، الاضواء كلها went off. عايزك تعرف ان لما تقول the lights went off معناها ان كان في باور كات يعني انقطاع كهرباء، انقطاع في التيار الكهربائي. The statue is built on a hard A made of stone، التمثال تم بناؤه على ايه صلبه مصنوعه من الحجاره. Rule يعني يحكم، ركز دي معناها يحكم كفيرب، ومعناها قانون كاسم. Maze دي اللي هي المتاهه لما تكون بتلعب لعبه المتاهه، رول يعني دور، وكلمه بيز يعني قاعده، قاعده من الخرسانه. طيب اللي بعد كده I like it in the morning when the first A of sunshine come into my room، أنا بحب في الصبح لما أول A من
من الشمس يدخل الغرفة، أكيد أول شعاع اللي هو اسمه ري، when the first rays stay يبقى أو يقيم، ومعناها يظل فيه، وستي ات وستي ان طبعا، ستي ات هوتيل وستي، وباقي معنا ريلز، ريلز دي اللي هي البكرات، وطبعا وبينز اللي هي البقوليات كلها الفول وكده. The solar ray on the roof of our house gives us hot water all day. طبعا اللي بيدينا ميه ساخنه طول النهار وهو موجود فوق البيت اكيد السولار بانلز اللي هي الالواح الشمسيه اللي هي بتمتص الشمس. وعايز تعرف ان الالواح دي، عشان في جمله مخادعه كانت جت عليها، الالواح دي بتعمل وظيفتين اتنين، الاولانيه احنا ممكن نقول سوق اب بتمتص الشمس، الحاجه التانيه احنا ممكن نقول كوليكتس، الاثنين كده ينفعوا، لكن لو هو قال لك سوق لوحدها كده ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش سوق لوحدها كده؟ كلمه سوق لوحدها يا شباب معناها ينقع، لكن سوق اب يمتص، كوليكت يعني يجمع، كانها بتجمع الشمس يعني تمتص الشمس. طيب طبعا باندتس اللي هم قطاع الطرق، وبلانتس الكواكب، وبينالتيز اللي هي ضربات الجزاء او العقوبات. There used to be a bridge made of wood. كان في كوبري، اعتدنا ان هناك كوبري من الخشب. But the new bridge is made of، لكن الكوبري الجديد مصنوع من، الاولاني كان خشب يبقى الثاني اكيد مصنوع من الكونكريت اللي هي الخرسانه. طبعا كونسنتريت يركز، وحرف الجر اللي بيجي معاها دايما اون. بعد كده عندك we know the plant in the window so it could get some sun. احنا وضعنا، يعني عايز اقول لك وضعنا النبات في الشباك علشان يجلب لنا بعض الشمس. كلمة يضع يعني بوزيشن، وعايز تعرف ان كلمة بوزيشن دي معناها يضع كفعل، يعني معناها يضع بتساوي كلمة بوت وبتساوي بليس. بوزيشن دي كاسم معناها وظيفة وموقع، وبرضه كاسم معناها مكان في الملعب. My best position in the playground is striker is goalkeeper وهكذا. lying in bed انك تقعد في السرير، اذا suitable ايه for reading a good novel، انك تقعد في السرير دي موضع مناسب لقراءة الرواية. موضع بقى اللي هي position زي ما اتفقنا، wolves اللي هي الثروة، وريفنج اللي يعني ينتقم، وكلمة مونيمنت يعني أثر أو الآثار يعني. The Great Wall of China reaches a north of 6400 كيلومترز. سور الصين العظيم بيوصل إيه 6400 كيلومتر. طبعًا ما ينفعش، ينفع ما ينفعش نقول ريتش أوي، واي واي يعني طريق. طبعًا دايمتر نصف القطر ده مع الدوائر، لكن ده خط. هايت ارتفاع، ولينجث يعني طول. سور الصين العظيم ده بيوصل إيه ب 6400 كيلومتر. منطق إنك أنت ما تقولش إن ارتفاعه 6400 كيلو متر، مفيش حاجه، مفيش حاجه ارتفاعها 6000 كيلو متر، 6 كيلو ونص متر في الاعلى كده طبعا ما ينفعش، عشان كده طوله 6400 كيلو متر. Until recently حتى الان South Africa had problems its electricity، ما زال شمال افريقيا فيها، جنوب افريقيا فيها مشاكل فيما يتعلق بالكهرباء، يبقى problems with، هذا problem with يعني عنده مشكله في، او عنده مشكله فيما يتعلق به. طيب زي ايه cuts we have every day disturb our work as we depend on electricity، بنعتمد على الكهرباء، فقطع الكهرباء كل يوم بيعطل من عملنا يبقى ذا باور كات. وانت عارف ان كلمه باور كات معناها انقطاع التيار الكهربائي. طبعا سولار دي شمسي لها علاقه بالصن، ولونر دي قمري لها علاقه بالمون اللي هو القمر. جوستاف ايفل الراجل المهندس اللي اسمه جوستاف ايفل نقط ذا ايفل تاور ان 1887، عمل ايه في برج ايفل؟ اكيد صممه، صممه دي معناها ديزاين. طب ما فيش ديزاين دي، يبقى خلاص ناخد انجينير اللي هي رقم سي. انجينير دي كانك بتقول هو هندس المشروع، يعني هو كان المهندس بتاع المشروع ده. تانل يعني يحفر نفق طبعا كفعل، وتريت يعامل، وكالتيفيت يعني يحصد محصولا يعني. ذا نوت اوف ذا بيراميدز ميكس them a wonderful attraction. Attraction دي معناها مفاتن سياحية بتجذب السياح. الايه بتاعت الاهرامات، طيب ماسيفنس اللي هي الضخامة او كبر الحجم، اكيد هي دي ضخامة الاهرامات بتجذب السياح من كل مكان. Millions of people on the underground every day. الملايين من الناس على الاندرجراوند كل يوم. ملايين الناس بيسافروا على الاندرجراوند، بيسافر دي اللي اسمها كميوت، اللي هو الشخص اللي بيسافر من مكان لمكان بصفة دورية. The government is to attract more foreign business. طبعا لما تقول the government is to attract يعني تحاول الحكومه ان، او يجب على الحكومه ان تجذب عدد كبير من البيزنس to a their money in Egypt، عشان يعملوا فلوسهم في مصر، عشان يستثمروا، invest، intend ينوي، واتند يحضر، ويست يهدر. Egypt has many amazing a of engineering. مصر فيها عدد كبير جدا من الايه الهندسيه، احنا متفقين الاعمال الهندسيه تجمع. كلمه works دي معناها عمل هندسي، ومعناها عمل ادبي. يعني ايه عمل ادبي؟ الاعمال الادبيه زي الكتابات والمسرحيات والقصه دي. كارير حياه مهنيه، وبروفيشن يعني مهنه، وجوب وظيفه. My father works is underground as an engineer.
ابي يعمل المترو كمهندس. طبعا انت عارف ان كلمه ورك دي لها موضوع كبير، ممكن اقول لك اي ورك ات سكول بشتغل في مدرسه، اي ورك فور ان امبلوير او ا كومباني بشتغل في شركه. طيب ورك ويز يعني يعمل مع واحد صاحبي مع صديقي، اي ورك ويز مستر عمر، انا بشتغل ومستر عمر مع بعض في نفس المدرسه. لكن ورك اون دي يعمل في مشروع، وانت عارف ان الاندر جراوند ده مشروع. وما تنساش ان ورك اون دي معناها يحاول اقناع، يعني يقنع زي كلمه كونفينس. لو فاكر الجمله اللي حليناها قبل كده مع بعض في كتاب العمالقه، كان بيقول لك اي وركد اون ماي فادر تو ميك هيم تيك مي، انا اقنعت ابي ان ياخذني معه، او حاولت اقناعه ان ياخذني معه. وين بوفرتي انكريزز، عندما يزداد الفقر. ميني سوشيال بروبلمز، تظهر الكثير من المشاكل الاجتماعيه. خد بالك سوشيال دي اجتماعي، لكن سوشيبل اجتماعي معناها بيحب الاخرين. وكلمه سوشيبل دي زي بالظبط كلمه اكستروفيرت، وانا هكتبها لك هنا عشان اعتقد ان قلتها مرتين بس، فلازم نكتر. يعني عايز تعرف ان كلمه سوشيبل دي معناها اجتماعي بيحب الناس، ده بيساوي كلمه اكستروفيرت اللي هو الشخص الاجتماعي. لكن ان سوشيبل ده الشخص الغير الاجتماعي، ده اللي هو بيساوي انتروفيرت اللي هو معناها منطوي، يعني ما بيكلمش الناس ما بيطلعش بره، لكن دي معناها اجتماعي يعني منفتح. احنا كنا في رقم 33. طيب في جملتنا بقى كان بيقول لك ان عندما يزداد الفقر فان الكثير من المشاكل الاجتماعيه، المشاكل تزداد. كلمه يزداد اسمها ارايز اللي رقم ايه، لكن رايز دي معناها يرتفع، تبريز معناها يرفع، طب اروز دي معناها يثير. طيب it was certainly difficult to under the Nile، كان صعب ان احنا نعمل ايه تحت النيل، اكيد نحفر ننقب تحت النيل، يبقى تانل. The Cairo Metro is the only underground A system in Africa. مترو القاهرة ده هو النظام، المترو خط السكة الحديد، المترو يعني الوحيدة في أفريقيا، وأنت عارف طبعًا اسمه underground system أو underground railway system. بعد كده رقم 36، أبو سمبل تمبل ووز أ كليف ماني ييرز أجو. أبو سمبل، معبد أبو سمبل ده إيه؟ منحدرًا جبليًا من مئات السنين أو من سنوات كثيرة. كات داون دي معناها يقطع الأشجار، دي كات داون يعني يقطع الأشجار، عشان كده يقول لك وي شودنت كات داون أور تريز، يعني لا يجب أن نقطع أشجارنا. طبعًا كلمة كارفد إنتو يعني منحوت في، هي دي الإجابة، بيقول لك إن أبو سمبل ده منحوت في منحدر جبلي. طب كات اوت دي معناها يقطع، يعني يقطع الشغل مثلا ويتوقف، لكن كارفد اوت اوف معناها ينحت من. ممكن اقول لك كارفد اوت اوف ستون معناها منحوت من حجر، لكن دي منحوت في مكان اللي خدناها كارفد انتو. ذا ريفر نوت اند بارت اوف ذا سيتي ووز سبميرج. كلمه سبميرج دي يا شباب بتساوي بالظبط كلمه فلودد اللي معناها فاض او غمر. بيقول لك ان النهر عم حصل له ايه، وبعدين المكان كله اصبح مغمور، اكيد فلودد يعني فاضة. وكلمة سوق اللي هي رقم بي، سوق زي ما اتفقنا، وما ننساش ان كلمة سوق لوحدها كده يعني ينقع، لكن لما نقول سوق اب فدي كده معناها يمتص. بعد كده رقم 38، ذا اندر جراوند ايه لايك ا ماسيف انجينيرنج بروجكت. المترو الانفاق ده يبدو وكانه مشروعا هندسيا عملاقا، يعني سيمز لايك يعني يبدو، هير يسمع وهايد يعني يختبئ، ونسال بير يعني يخفي يعني يختفي، يبقى هايد يعني يخبئ ويختبئ، لكن ذس ابير يعني يختفي. ذا نيو تمبل اوف ابو سمبل از ايه اوف مودرن اند، مودرن اند انشنت، القديم والحديث، يبقى ده اسمه كومبينيشن وانت مغمض عينك. لما يقول لك بص من الخير والشر يبقى كومبينيشن، من القديم والحديث يبقى كومبينيشن، الطويل والقصير يبقى كومبينيشن، معناها خلطه كده، اختلاط من او تجميع من. ذا جريت وول اوف تشاينا ووز بيلت ان اوردر تو كيب ايه ريدرز. بقول لك ان سور الصين العظيم ده هو بني لكي يعمل ايه في الريدرز، اكيد يعني بيبعدهم بعيدا، يبعد بقى اسمها كيب اوت، كيب اوت ريدرز اللي هم الغزاة، يبعد الغزاة بعيدا. The Great Wall of China is the longest ever built. سور الصين العظيم ده هو اطول ايه بني على الاطلاق، يبقى the longest structure. يعني ايه structure؟ معناها بناء، وعايزك تركز معايا في المصطلح بتاع ايفر بيلد عشان مهم. لما اقول لك the best ميل يعني افضل وجبه ايفر كوكد، يعني افضل وجبه طبخت، فخد بالك من ايفر دي بيكون قبلها صفه مقارنه في المصطلح ده. عايز اقول لك مثلا ألذ طعام طبخ، يبقى ذا موست تيستي فود ايفر كوكد. طيب اقصر ولد شفته، يبقى ذا شورتست بوي ايفر سين.
طيب ابو سمبل اند ذا جريت وول اوف تشاينا هاف سمثينج ان ابو سمبل، معبد ابو سمبل يعني وسور الصين العظيم، هما الاثنين في بينهم شيء ان كومون يعني مشترك. It ايه مي تو دايز تو ريد، الموضوع خد مني يومين اثنين لكي اقرا، وانت عارف ان تو باخد معاها تيك مباشره. حلو، طيب فانت بتقول لي بقى التوك مي تو دايز يعني استغرق الامر مني يومين، طيب الباقيين دول اللي ما ناخدهمش تيك اوف، دي المفروض ياخذ شيئا من شيء اخر اسمها تيك اوف او تيك اوت اوف، يعني ياخد شيء من شيء، مثلا تيك ان ابل اوف ذا فريدج او اوت اوف ذا فريدج، توك ويز يعني ياخد شيء معه، تيك فروم يعني ياخذ من، لكن توك لوحدها كده معناها اخذ او استغرق، ودي مهمه. انت بتقول لي سور الصين العظيم ده اخذ 50 سنه في البناء، يبقى توك. القصه خدت مني 70 يوم، يبقى توك مباشره من غير حرف جر تاني. 44 بقى بقول لك that the underground in Cairo is not the system used in Paris or London. A lot of newer than، بداية مفيش حاجة اسمها a lot of newer، ان يعني كثير من احدث، لا newest than، ازاي than مع newest؟ طبعا ما ينفعش. more newer than، احنا متفقين وعارفين كويس جدا ان لما يكون معاك صفة قصيرة المقطع ما ينفعش نجيب قبلها more، لكن ينفع نقول much more ونجيب الصفة القصيرة، must much more much more taller مثلا، خد بالك much more على بعضها وبعدين taller. انت ممكن تشيل much دي وتحط مكانها a bit، ممكن تشيل a bit و much وتحط مكانها for، فتبقى far more a bit more much more، التلاتة كده ينفعوا، لكن more لوحدها لا، ما ينفعش انك تستخدم more لوحدها زي ما هو عامل هنا كده. اذا الإجابة الوحيدة a lot more او a lot newer، sorry a lot newer than the system used، يعني المترو، مترو الأنفاق اللي في القاهرة أحدث شوية، أحدث من المستخدم في باريس ولندن. شفت بقى الكذب اللي موجود. 45 The underground A 2 مليون people every day، متر الأنفاق A 2 مليون، 2 مليون بني آدم كل يوم، أكيد بينقل أو بيحمل، يبقى كاريز. الـ 46 Egyptians feel very proud، المصريين فخورين بيه. أنت عارف إن براود دي بعدها تو والفعل في المصدر أو أوف والفعل مضاف له أي إن جي أو اسم. انت بتقول لي فيل براود ايه ذا اندر جراوند سيستم، اللي هو المترو يعني اكيد فخورون بيه المترو، والمترو ده اسم يبقى براود اوف. 47 التانل ايه الدايمتر اوف، انت لو عايز تقول النفق ذات نصف القطر اللي هو 8 متر يعني، يبقى التانل ويز الدايمتر اوف، خد بالك المصطلح ده التانل ويز الدايمتر اوف، اي حاجه ويز الدايمتر اوف يعني ذات نصف قطر 8 متر. طيب 49 7 48 our underground system is considered، يعد one of the most modern، يعد اول او يعد انه يعتبر انه يعني واحد من الاكثر انواع المتروهات الحديثه في العالم، يبقى is considered to be وده كانت اول جمله تقريبا في الاسئله، is considered to be يعني يعد او يعتبر. 49 ذا مترو ترافلينج اراوند كايرو ايزير، المترو السفر حول القاهره اسهل، يبقى اكيد هنا عايزين جعل، وجعل يعني ميكس او جعل يعني ميكس، ذا مترو ميكس ترافلينج اراوند كايرو ايزير يعني المترو بيجعل السفر سهلا. ميني ستونز وير ايه اب ذا كليف، العدد من عدد كبير من الاحجار حصل له ايه اب ذا كليف تو ريبيلد ذا تمبل، الكثير من الاحجار تم رفعها فوق المنحدر علشان نبني المعبد، يبقى المفروض ان كلمه يرفع دي اسمها ريز، يبقى ريزد، عدد كبير من الاحجار تم رفعها فوق المعبد او فوق المنحدر لبناء المعبد. The newly located temple of Abu Simbel، المعبد الجديد بتاع ابو سمبل was a was a concrete basis يعني قاعده من الخرسانه. طيب تعال نشوف كلمه attached with وكونكتد ويز، الاثنين دول معناهم متعلق بي او ذات علاقه بي، كونكتد باي معناها متصل بواسطه، لكن اتاتشد تو معناها متصل بي، مربوطين فيه يعني متواصلين، متوصلين ببعضهم عن طريق. يبقى انت بتقول ان اليولي لوكيتد تمبل ابو سمبل يعني معبد ابو سمبل الجديد ووز اتاتشد تو يعني متصل بي، مربوط بي، كونكريت بيز، قاعده من الخرسان. My father is an engineer، أبي مهندس. He has not many important bridges، عمل إيه في عدد كبير من الكباري، أكيد ديزاين يعني صممهم. I had been looking for my lost book for so long and I gave up، أنا كنت بدور على الكتاب بتاعي المفقود فترة طويلة، وأنا إيه gave up استسلمت، أكيد eventually، eventually في النهاية وفي الأخير وأخيرا،
كلمة ايفنشوال دي زي بالظبط كلمة فاينالي. بعد كده زي ايه؟ صن، الشمس اشرقه، كلمة يشرق او يرتفع في الشمس في السماء اسمها رايز، يبقى انت هتقول لي ذا رايزنج صن. فين رايزنج صن؟ اللي هي نمبر دي. This A road is very dangerous to drive on. الطريق الايه ده خطير، ما ينفعش نمشي عليه بالعربية. sleep يعني ينام، sweep يعني يكنس، sip يعني يرتشف، يشرب الشاي يعني وكده ويشفط جامد كده. لكن steep road اللي هو الطريق المنزلق، الطريق اللي عامل كده وهيزحلقك. your hand if you want to answer the question. لو انت عايز تحل السؤال ارفع ايدك. طب يرفع يعني ايه؟ يعني ريز. يبقى انا هقول له ريز يور هاند. وعلى فكره كان ممكن نقول له بوت يور هاند اب، يعني ارفع ايدك برضه. ذا نوت اوف ذا كليف ووز وورن اواي باي ووتر. الايه بتاع المنحدر الجبلي ده، ووز وورن اواي يعني دمر يعني بسبب المياه. بيز القاعده اكيد هي دي قاعده المنحدر الجبلي، طبعا الجبل هنا كده والميه راح عماله تخبط فيه، فالقاعده بتاعته دي وورن اواي معناها اتلفت اتلف. The underground is a great A project. المترو ده مشروع عملاق من المشاريع الايه ترى؟ الهندسيه. طب engineering دي معناها هندسي. طب engineer دي معناها مهندس، ولو انت فاكر وكنت مركز معايا قبل كده بتساوي كلمه arrange يعني يرتب. طب engineers اللي هم المهندسين. roaring اللي هو الزئير يعني بتاع الاسد. فانت بتقول المترو ده مشروع هندسي عملاق يبقى engineering project. طيب كلمه engineer بمعنى يرتب. فاكر لما كان بيقول لك one of my fellows يعني واحد من رفاقي engineered my failure، يعني واحد من اصدقائي هو اللي رتب فشلي. فengineered هنا معناها arranged. 59 the statue was carved a fine base، يعني التمثال ده منحوت بقاعده جيده، طبعا يبقى carved with. قبل ما نحل الجمله دي عايزين ناخد بالنا ان في اربعه كارف. carved with a fine base يعني منحوت بقاعدة جيدة، وصف للنحت فنقول with. طيب في carve into معناها ينحت شيء داخل شيء، وفي carve out of يعني ينحت من. لو اقول مثلا carved out of stone يعني منحوت من الصخر، وفي carved by يعني منحوت بواسطة الراجل اللي نحت، وممكن نقول carved with الآلة اللي استخدمناها. فهنا بقى آخر واحدة بقول لك the statue was carved a very skillful engineer، الشخص اللي نحت يبقى carved by، لأن دي جملة مبنية للمجهول. خلصنا كده الحمد لله 60 جملة. الفيديو اللي بعد ده مباشرة هيكون في القواعد، انا قسمتهم لان دول 60 جملة حسيت ان هم اكتر شويتين. هنكمل مع بعض ان شاء الله النهارده قبل ما ننام كده، لازم نكون خلصنا الوحدة 13 علشان بكره هنبدا في الوحدة 14 ونخلصها، يعني خلال يومين هنكون خلصنا الكتاب ده كله علشان الناس اللي عايزة تحل امتحانات اللي رابطة نفسها مستنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.